السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمناسبة مرور 46 سنة عن حرب أكتوبر، أنت حضرتك كلمتني إن أنت شاركت في حرب أكتوبر 73. إحنا هنا في قريتنا البقلية كان بيعتبر مطار شاوة، وكان هي كانت منطقة عسكرية أصلا. فكان عندنا يوم 14 أكتوبر كان أكبر معركة جوية في التاريخ، اللي هي عيد القوات الجوية. عيد القوات الجوية احنا وقعنا 15 طيارة هنا في البقلية، طيارة إسرائيلية. بفضل الله بفضل الله. طبعا التفاصيل كتير، بس أحب أسمع من حضرتك ذكرياتك عن حرب أكتوبر بمناسبة مرور 46 سنة عن حرب أكتوبر 73. احنا شكلنا 3 لواءات في دهشور. انا عارف دهشور، انا قضيت فيها الخدمه ايام ما كنت في الجيش. اه انا من دهشور 3 لواءات. ده الكلام ده امتى سيادتك؟ 5 اكتوبر مثلا؟ قبل الحرب بيوم. قبل 15/8/73. 15/8/73 اغسطس. شهر 8. قبل سيادتك. طلعنا يعني كنت في لواء. اللهم صل على النبي، انت فاكر اليوم 15/8/73. طلعت في لواء 305 مشاة مكلة. 305 مشاة. ده لواء. واللوين التانيين برضه وزعوا على نفس الايه، على نفس المنتجع. يعني انتوا اما ترحلتوا رحتوا فين؟ على الجبهه فين؟ احنا رحنا في كيلو 70. كيلو 70 اللي نزلت فيه الطيارات الدبابات بتاعت الاسرائيليه، لعنوا طلعوا عليهم اللي هي الثغره. ايوه المنطقه الثغره. طبعا حربنا ان كنت على فكره من ذكريات الثغره، اولا الجيش المصري كان هيدمرها. احنا هنا ما حدش ينكر الدول العربيه، السعوديه ساعدتنا، العراق، ليبيا، كل الدول بعتت لنا اسلحه، كنا هندمر الثغره. امريكا اللي قالت استنى، وبدانا نتفاوض، لكن الثغره كانت هتتدمر. من فضل الله وكرمه مش خلينا ولا دبابه. انت الكلام ده في الحرب ولا ايام الثغره؟ حرب. في الحرب قبل الثغره. حرب. لا ما احنا دمرنا لهم الاف الدبابات. الطيران. اتصلنا الحمد لله يعني. طيب